أفاد مراسلنا في اليمن نقلا عن مصادر ميدانية بمقتل 10 حوثيين في مواجهة مع عناصر المقاومة الشعبية وإصابة عنصرين من المقاومة والجيش بجروح جراء المواجهات التي دارت في جبل هيلان شرقي محافظة مأرب. ومن جانب آخر، شنت طائرات التحالف العربي غارات جوية على مخازن للأسلحة وعربات عسكرية تابعة للحوثيين في جبل هيلان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. ينضم إلينا من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، آخر المستجدات الميدانية لديك؟ نعم، هو بالنسبه لمدينه عدن كان اليوم خطوة المفاجئ في المدينه، قد ادانوا كل العمليات الارهابيه التي تحدث في المدينه وتعرض المواطنين الى الابلاغ عن اي شيء يمس امن المدينه واستقرارها في هذا بعد الحادث الانتحاري الذي وقع امس في دوار قصر المعاشي في عدن وادى الى سقوط 10 قتلى وجرحى. كذلك كان هناك قوة عسكرية توجهت اليوم إلى مدينة تعز ووصلت المدينة مدينة تعز، هذه القوة من قوى التحالف العربي وهي التسعة الأولى التي وصلت إلى مدينة تعز لمساندة الجبهات. هناك الاستعداد لمعركة الحسم لحسم قائد المقاومة الشعبية حمود المخلفي. الاشتباكات كذلك لا زالت حتى الآن تدور وتحديدا في جبل غيلان في محافظة مأرب، الاشتباكات منذ أمس هي الأعنف من نوعها، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين المقاومة الشعبية ليبيا وكذلك من الحوثيين وقوى صالح من جهه اخرى، وزادت الاشتباكات حتى الان. كذلك هناك شخص عنيف مكثف يتراجع التحالف على عده مناطق مختلفه في العاصمه صنعاء استهداف لمواقع جماعه توفيق صالح بالاضافه الى مواقع مختلفه في محافظه صعيد استهدافا للحوثيين وكذلك قوى صالح. شكرا جزيلا لك من عدن مراسلنا نبيل اليوسفي.